الحقيقه ده تاكيدا على الكلام الضيوف مش ضيوف يعني هم اصحاب بيت الحقيقه ان احنا بنتكلم فيه ان النادي الاهلي مش بس نادي رياضي بيهتم بالكوره بس رغم الظروف الحاليه الظروف الجميله طبعا الحاليه في الفوز ببطوله افريقيا اللي احنا زي ما احنا شايفين وقناه الاهلي الحقيقه كانت مغطيه الحدث في التوعيه وفي اليوم العالمي لمرضى السكر. يمكن دكتور شاوي يعني الاهتمام بالناحيه الطبيه وزي ما بنقول دايما مجلس الاداره بيهتم باعضاء الجمعيه العموميه كلهم بالنسبه للناحيه الطبيه والناحيه الثقافيه ده حدث من الاحداث المهمه حضرتك في هو ده حدث حقيقي مهم قوي بس للاسف احنا اتبلغنا بيه بفتره قليله قوي قبل يوم 14 نوفمبر اللي هو يوم السكر العالمي. اتصلنا باداره النادي كابتن محرم الراغب واللي هو محمود علام عشان ننسق الامور لان حضرتك عارف يوم جمعه وكان محتاجين مساحه من الجنينه وترتيبات معينه منها اضاءه والحدث ده في كل العالم في نفس اليوم ودائما السيمبل بتاعه ان هم بينوروا اماكن معينه معروفه او مشهوره باللون الازرق. في مصر كانوا عاملينها في كذا مكان الهرم وابو الهول وفي النادي الاهلي اختاروا تمثال الكابتن صالح سليم عشان يتنور في نفس اليوم. كان صعب شويه ان احنا نرتب لكن الحمد لله برغم ان احنا اتبلغنا الاربع قدرنا نرتب الامور وديناهم كل الاماكن اللي هم طالبينها يعني. الحقيقه كان مفيد جدا لان هو الموضوع مش زي ما بيتقال احتفال بيوم السكر هو احياء يوم السكر العالمي والغرض منه تعريف الناس بصوره مبسطه ايه هو مرض السكر وايه اللي يتعمل الاحتياط معاه او التعامل معاه ازاي في الامور اليوميه وكده. كان في كميه متطوعين من طلاب القصرين الحقيقه حاجه مشرفه جدا. انتشروا في النادي وعملوا كل الامور اللي بتكلم عليها اللي هي تعريف الاعضاء وقياس نسبه السكر في الدم يعني بعض الاجراءات كده كانت مفيده جدا الحقيقه. فيعني اللجنة الطبية في النادي انا مش طبعا مش رئيس لجنة طبية في الدكتور عماد بركات ورئيس لجنة طبية قايمة بمجهودات لصالح الاعضاء برضه سواء بتعمل ندوات طبية سواء بتعمل معارض طبية للاماكن اللي عايزة تفيد النادي الاهلي او تدي مثلا خصومات معينة فوائد معينة لعضو النادي الاهلي. زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني كل واحد في النادي بيحاول يعمل اللي في وسعه من خلال تخصصه لفايده عضو النادي الاهلي. عضو النادي الاهلي بس هو على فكره الدكتور محمد برضه عشان هو مش هيقول ده يعني بينسق في الاشراف معاهم طبعا احنا كلنا في نفس هو عامل فيها مجهود كبير ربنا يخليك لكن اللي انا اقصده ان برضه زي ما قلنا في الاول كلنا عندنا تارجت واحد هو النادي الاهلي النادي الاهلي عضو النادي الاهلي نتائجه النادي الاهلي المهم في الاخر اسم النادي الاهلي. يعني احنا مره عملنا احد معارض طبيه كان عنوانه لانك عضو النادي الاهلي يعني لازم تكون مميز لانك عضو النادي الاهلي فهو برضو في الاخر لانك بتنتمي للنادي الاهلي. مظبوط تمام. طيب استاذ عامر تكمله او تاكيدا لكلام الدكتور شاوي برضو من الناحيه الثقافيه يعني زي ما عارفين بكره ان شاء الله في تكريم لاوائل الاعضاء المتفوقين في اعضاء النادي الاهلي ده تاكيدا برضو على المعنى اللي احنا بنتكلم فيه واستمراريه المعنى. هو الحقيقه يمكن النادي الاهلي بقاله فتره كبيره الحقيقه يمكن اللجنه الثقافيه برئاسه الاستاذ سلامه حسن باذله مجهود كبير داخل النادي سواء من ناحيه التقييم والتكريم او من الانشطه نفسها. يمكن احنا بكره عندنا ما شاء الله تكريم حوالي 430 يعتبر طفل ورجل من رجال النادي الاهلي اللي هم الشباب سواء على المرحله الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه العامه او الكليات او الماجستير او الدكتوراه بيبقى يوم جميل اعضاء المجلس الاداره كلها برئاسه الكابتن حسن حمدي بيبقى موجود بكرامه جميع المتفوقين بنسبه ده اللي احنا بنقدر نكرمه يعني دول اللي هم جايبين فوق ال 95% وجايبين 100% وجايبين 101% و102% وده يؤكد لك ان النادي الاهلي
مش عمليه ان هو متفوق رياضيا، لا ده هو داخل المنظومه كاعضاء هم متفوقين علميا اساسا. تمام. وده في حد ذاته بيفرز بقى الكوادر الجديده للنادي الاهلي سواء منهم واللعيبه كمان. طبعا بالظبط كده، كل متفوق علميا بالظبط كده. ودي نقطه مهمه. وفي برضه يا عمري يعني احنا عندنا مجلس دوري اليوم الاثنين 24 الانديه تكريم الام المثاليه بالظبط كده. دي من الحالات برضه، دي نقطه حسن بنفسه بيحرص ان هو لازم يبقى موجود في الحاجات بالظبط كده. عندنا برضه عدد كبير، عندنا حوالي في قطاع التعليم عندنا ما شاء الله في حوالي 14,000 لاعب دول في مدارس الالعاب فقط، يعني النشاط الرياضي برضه بيبذل مجهود كبير. كل الكلام ده بيؤكد